بسم الله، شوف ازاي نكتب كلمة في اطار شكله ظريف شوية. الاول هتعمل اطار بالشكل دوت، تمام. ممكن اكتب فيه اي كلمة، اختار علامة تكست، اجي هنا واكتب مثلا ايجيبت، تمام، واروح مكبرها بشكل كده. ممكن نبدأ اي لون عايزينه، ممكن ادخل هنا الألوان وأبدأ أختار شكل كده يكون ظريف شوية زي ما أنا عايز. تمام، بعد كده هرسم برضو مربع بسيط اهوت، تمام. المربع ده هقوله باص، هقوله أوبجكت من باص، هقوله أوبجكت تو باص، تمام. أعمل عليه سيلكت، ادوس عليه مرتين بسرعة تظهر لي الشكل دوت. اختار اي نقطتين اقول له زود زود، اختار برضو النقطتين التانيين واقول له زود زود، تمام كده عمل لي نقاط اقدر اتحكم فيها، تمام. ممكن اروح ايه لغي سيلكت واختار نقطة واحدة واتحرك بقى شوية، ونقطة برضو تانية اتحرك بقى شوية، ونفس الكلام برضو الناحية التانية عشان تديلي شكل بس ايه ظريف شوية، تمام. وبعد كده هخرج من الأمر، ممكن ألف كده أصغره زي ما أنا عايز، أنقله الناحية دي، عايز تكبر تصغر براحتك زي ما أنت عايز. ممكن الشكل دوت عايز أخليه ورا الكلام أو زي ما عايز الترتيب يعني، أقول له أوبجكت، أقول له لور اوبجكت رايز تو توب لور تو بوتوم. لو عايز اخليه ورا الكلام، انا عايز فوق الكلام، عايز اكرره هدوس كنترول دي، يبقى كده الشكل ده اتكرر، واخده كده يبقى عندي المنظر كأن في ورقة مثلا متعلقة وفي لزقة معلبة كده مع حيطة.